أهلا بكم من جديد. أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 1772 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في الرابع من سبتمبر 2019 وتنتهي في الرابع من ديسمبر 2019، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 2.84%، وقد بلغ معدل سعر الخصم 99.288%، وبلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليارات دينار بحريني. حصد بنك البحرين الإسلامي جائزة المبادرة الأكثر ابتكاراً للتحول الرقمي لعام 2019، وذلك ضمن الجوائز التابعة لجلوبال بزنس أوتلوك للأعمال التجارية السنوية. وتتمثل مسؤولية بنك البحرين الإسلامي بشكل أساسي في دفع عملية التطور الرقمي للقطاع المصرفي مع رفع المعايير المعتمدة على الصعيد المحلي. وقال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي حسان جرار إن هذا الإنجاز يتزامن مع إطلاقهم للمنتجات والحلول المبتكرة مع سعيهم الحثيث في رقمنة جميع خدماتهم. كم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد تقدم مؤشر البحرين العام اليوم بنسبة 0.50% وأقفل عند مستوى 1540 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والتأمين. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1,812,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 755,000 دينار تم تنفيذها من خلال 73 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7971 نقطة بارتفاع بلغت نسبة 0.74%. وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 5156 نقطة بارتفاع بلغت نسبة 0.68%. وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2889 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 4.77% لتكون الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف على العمل بجدية لتكون الصناعة الخيار الأول للمستثمر، وذلك لأثرها الإيجابي والمستدام على التنمية وتوليد الفرص الوظيفية للشباب بشكل مباشر وغير مباشر. جاء ذلك خلال استقبال وزير الطاقة خالد الفالح الوزير الخريف، مؤكدا على أهمية تعزيز التكامل بين قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والعمل معا على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. وشدد على أن دعم المنتج السعودي واجب وطني لتعزيز الصناعة الوطنية وترسيخ مقاصد الرؤية المباركة والعمل على تحقيق محتوى محلي منافس في كافة المجالات. قال مسؤول في وزارة البترول المصرية أن إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي ارتفع 0.2 مليار قدم مكعب يوميا إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميا حاليا، وأعلنت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية العام الماضي، بل وتحولت إلى مصدر له.
وتأتي الزيادة في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بدعم من الاكتشافات الأخيرة، سواء حقل ظهر الواقع في البحر المتوسط أو اكتشافات شمال الإسكندرية أو دلتا النيل. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم تكبد شركات التكنولوجيا الأمريكية خسائر بالمليارات. قال سيباستيان دولين مدير معهد AMK للأبحاث الاقتصادية في ألمانيا إن الاقتصاد الألماني في حاجة إلى خطة شاملة بقيمة 490 مليار دولار للتكيف مع التغييرات الهيكلية التي تواجه صناعة السيارات الرئيسة. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، أوضح دولين أن الاقتصاد الألماني يواجه الموقف الأكثر خطورة منذ أزمة اليورو. وأضاف دولين أنه بدلاً من مجموعة غير مترابطة من المشروعات المنفصلة عن بعضها بعضاً، أنهم بحاجة إلى خطة شاملة من أجل حماية المناخ لعدة عقود بخطوط إرشادية ومعايير واضحة. أعلنت الأرجنتين فرض قيود على الصرف بالعملات الأجنبية، وذلك في نهاية أسبوع مضطرب في أسواق المال شهد تراجعاً حاداً في سعر البيزو. وسيتعين على جهات التصدير الحصول على إذن من البنك المركزي قبل شراء عملات أجنبية، وذلك وفقا للمرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية. وفي إجراءات أخرى، سيتطلب تحويل مبالغ مالية إلى الخارج إذنا حكوميا، ولا يسمح للفرد بشراء أكثر من 10,000 دولار شهريا. وشدد المرسوم على ضرورة فرض القيود على صرف العملة مؤقتا لضبط نظام صرف العملة بشكل أكبر وتقوية الوظيفة الطبيعية للاقتصاد. سجل اليوان الصيني تراجعا متجها نحو أسوأ أداء شهري له منذ إصلاح الصين نظام سعر الصرف في عام 1994، بسبب توترات التجارة مع الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد المحلي. وفي حال ختم السعر الفوري للعملة الصينية تداولات أواخر الليل عند سعر الإغلاق المحلي، فسيكون قد فقد اليوان 3.7% أمام الدولار في أغسطس، ليتحرك باتجاه أكبر انخفاض شهري منذ ربع قرن. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. كشف تقرير متخصص أن تصاعد النزاع التجاري مع الصين كبد شركات التكنولوجيا الأمريكية خسائر بلغت 10 مليارات دولار منذ شهر يوليو الماضي حتى الآن، مشيرا إلى أن هذا الرقم مرشح للازدياد خلال شهر سبتمبر الحالي، حيث سيبدأ سريان تطبيق الدفعة الجديدة من التعريفات المفروضة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار. كما لفت تقرير CNBC إلى أن عمالقة شركات التكنولوجيا الأمريكية ليسوا بمعزل عن التعريفات الجديدة. ويقول محللون لدى مؤسسة JP Morgan أن التكلفة التي ستتحملها شركة أبل جراء التعريفات الإضافية قد يصل حجم خسائرها إلى 500 مليون دولار وفقا لما نقلت صحيفة الشرق الأوسط.